بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نرحب بكم من جديد مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا الصباحية واندفاعة شوطنا الثامن من أشواطنا، أشواط الخير والبركة والمحبة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن ومنافسات السباق المحلي السابع يسير هذا الشوط وتحديات الزمول في هذا المسار المميز والثمانية كيلومترات. نتابع هذه الأشواط المليئة بالحماس والإثارة مع سن الكبار وتحديات سن الحيل والزمول في هذا الصباح المميز. نتابع معكم هذه الإثارة الحاضرة بتحديات الكبار، بادئين بأول التحديات مع المركز الأول. نتابع البداية والصدارة على مقدمة الشوط، رمح من يستفتح الإذاعة في هذا الشوط، سالم بن سعيد بن سالم المري يتقدم في المركز الأول بينما يليه على ثاني المراكز، وتابع على المركز الثاني في هذا التحدي وفي هذه المنافسة المميزة. مشاهدينا متابعين الكرام، وتابع ثاني المراكز الفيصل من ينطلق على المركز الثاني لسلطان بن شافي بن حمود العجمي من يتقدم على ثاني المراكز، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث. وتابع هناك التقدم الممتاز في هذه اللحظات والوصول من صوغان عبد الله بن راشد بن عبيد المريزيق المري من يتقدم على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع يصل في هذه اللحظات نيشان خليفة بن حمد بن خليفة العطية من خذ المركز الرابع، بينما في خامس المراكز يصل مبدع صالح بن علي بن حسين بسيقان المري مقدما لنا تحدياته وشعاره مع مشاركة مبدع في المركز الخامس موقع في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. نتابع هذه الشعارات القادمة خلف دائرة الندى مع اندفاعة هذا الشوط وهذه الأعداد المشاركة في هذا التحدي الصباحي الجميل على ميدان الشحانية لسباقات الهجن. إثارة والأروع هنا مع تحديات سن الكبار، سن الحيل والزمول مع المسافة هنا 8 كيلومترات وتحديات الثمانية. الله هي انطلاقة مميزة مع هذه التحديات، مع انطلاقة الزمول في هذا الشوط وهدير الزمول المقدمة مع الفيصل اللي بدأ يغير بتحدياته مع شعار العجمي سلطان بن شافي بن حمود العجمي من يتقدم على مستوى المركز الأول ويقدم الفيصل هناك في البداية، بينما الملاحقة تأتي والتحدي من انطلاقة رمح في هذا المسار الجميل. سالم بن سعيد بن سالم المري يتواجد هنا على مستوى المركز الثاني وفي ثالث المراكز، وتابع هناك أيضا الانطلاق والتحدي المميز مع هذه النجومية الرائعة والجميلة من تقدم صوغان عبد الله بن راشد بن عبيد المريزيك المري، ولكن شعاره بسيقان ياتي هنا مع رابع المراكز بانطلاقه مبدع صالح بن علي بن حسين بسيقان المري. يلا يا ابو علي جماهيرك يطالبونك بنقطه في هذا الشوط، بينما في المركز الخامس خامس المراكز ياتي التحدي هناك من شعار العطيه وتحدياته مع نيشان خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يتقدم على مستوى المركز الخامس. هذه الخماسية المتقدمة هنا في هذا الشوط حتى هذه اللحظات بهذه التشكيلة المميزة، ونتابع هذا المسار الجميل. هنا نتابع هذه الأسماء الحاضرة من المنتصر في هذا الشوط، هكذا نتابع أشواطنا مع هذه الإثارة الواضحة مع سن الكبار، مع سن الحيل والزمول. الله يهود الشوط، شوف التحدي هنا مع الكوكب الخماسية المتقدمة عن بقية الأسماء في هذا التحدي وفي هذه المنافسة الحاضرة هنا. الكل يطمع هنا في هذا الناموس، الكل حضر شعار ليكسب نقطة ذهبية ثمينة في هذا السباق، سباق المحل السابع على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية، كما نتابع هنا مشاهدينا الأعزاء على أرضية
الميدان وعبر قناة الريان الفضائية المتابعة لأحداث هذا السباق. عودة إلى المقدمة لنتابع هذه المعركة الحاضرة في هذا الشوط وهذه المنافسة الحاضرة بهذا التحدي الجميل. نتابع المقدمة والصدارة، البداية والتحدي هناك. صوغان اللي بدأ يغير، صوغان اللي بدأ ينطلق في مسار التحدي الأول في مسار القمة هناك. العايدة ملكية لعبد الله بن راشد بن عبيد آل مريزي، ولكن الله يا عفرين، سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري بدأ يشعل نار المنافسة مبكرا بتقدم عفرين في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. اللي بدأ يغير على الجميع، ياخذ المركز الأول ويسحب بساط المركز الأول من الجميع، يتقدم بن بريكان مع عفرين في مقدمة الشوط مع انتصاف المسافة. بينما في المركز الثاني صوغان عبد الله بن راشد بن عبيدة آل مريزيق المري، اللي في المركز الثاني وثالث المراكز شعار العطية مع نيشان خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع هناك التحدي أيضا من مبدع بتحديات صالح بن علي بن حسين أبو السيقان المري من يتقدم مع مبدع على المركز الرابع. وفي خامس المراكز، في خامس المراكز شاهين اللي في المركز الخامس لصالح بن حمد بن جابر العاض المري من يتقدم على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء، هذه نتيجتنا للخمس المراكز، الخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط في هذا التحدي في هذه المنافسة المميزة مع هذه الشعارات المنطلقة بهذا الأداء بهذا التحدي وبهذه المشاركة الجميلة على أرضية هذا الميدان. يا سلام على هذه الانطلاقة التي تحمل لنا جديدها إلى خط النهاية من منافسة، من تحدي، من إثارة على أرضية الميدان مع هذه الشعارات المندفعة هنا على أرضية الميدان. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء المشاركة في هذا الشوط، ولكن البداية العودة إلى مقدمة الشوط مع شعار بن بريكان المتصدر حتى هذه اللحظات مع عفرين. سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري من يتقدم على جميع الأسماء مقدما لنا شعاره ومقدما لنا عفرين في المركز الأول والصدارة. بينما الملاحقة تأتي هناك من نيشان خليفة بن حمد بن خليفة العطية من أيضا يأتي بهذا الاندفاع الكبير مع نيشان على المركز الثاني. بينما في ثالث المراكز هناك صوغان عبد الله بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري من ينطلق بالمركز الثالث. وفي رابع المراكز أتابع هناك مبدع لصالح بن علي بن حسين بسيقان المري. وفي المركز الخامس، في المركز الخامس اسم جديد بدأ يدخل في هذه اللحظات، وصل مشاهدين الأعزاء، وصل مبلش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا شعاره مع مبلش في هذه الأثناء. وفي هذه اللحظات أسماء بدأت مشاهدين الأعزاء بالاقتراب، بدأت السرعة وبدأت الإثارة في تحديات هذا الشوط وفي هذه المنافسة، في هذه المنافسة الأخوية هنا على أرضية ميدان الشحارية. بن بريكان مع عفرين، مع عفرين على مقدمة الشوط بهذا الأداء الكبير. سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري من يسيطر تمام السيطرة على مسار هذا الشوط حتى هذه اللحظات بتقدم عفرين على مقدمة هذا الشوط. هل سيحظى على الناموس والانتصار أم يكون رأي آخر للأخوة المشاركين في هذا التحدي؟ المركز الثاني نيشان مع شعار العطية وتحديات خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يتقدم مع نيشان على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز هناك صوغان على المركز الثالث عبد الله بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري، ولكن بسيقان أبو علي بدأ يتقدم في هذه اللحظات. مبدع 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 في المركز الرابع لصالح بن علي بن حسين بسيقان المري، ولكن تابع 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 شعار المدهوشي الذي بدأ يسير بمبلش في هذه اللحظات. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم هنا مع مبلش على المركز الخامس. الجماعة واصلين،
الجماعة واصلين الشعارات بدأت تقترب، الشعارات بدأت مشاهدين الأعزاء بالإسراع نحو دائرة الخمسة المراكز المذاعة، وبالقيادة الحكيمة هناك من التحدي المميز مع تحديات البداية. يا سلام يا عفرين، عفرين ونيشان الاسمين اللي بدأنا يسير هنا بسرعة فائقة في مقدمة هذا الشوط، ولكن بن بريكان مسيطر، بن بريكان مع عفرين على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط. يا سلام، سالم بصالح بسالم بن بريكان المري متقدم في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء بتقدم كبير مع تحديات البداية مع عفرين الكيلو ونصف الكيلو. يا مضمرين، يا متابعين العطية بتحدياته مع نيشان خليفة بن حمد بن خليفة العطية، وفي المركز الثالث في تحديات المركز الثالث. وتابع المدهوش الذي بدأ يقدم مبلش في هذه اللحظات، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي وصل شعار الأنيق بتحدياته مع مشرف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ولكن تابع مصدع فراج بن محمد بن فراج العجمي. يا سلام يا سلام يا سلام، احلوت المنافسة، اشتعل الشوط والتهبت هذه الانطلاقة هنا بتحديات هذا المسار الجميل بتحديات الزمول. يا سلام يا عفرين، عصاته في بطانه ويستفتح بوابة الكيلومتر الأخير، وصاحب السيارة في مهرجان المؤسس في هذا العام مشكور يا كمبيوتر الشحالية، يعني علامة خطر على الناموس، عصاته في بطانه على الدفع الذاتي والأداء التلقائي. يلا يلا يا بن بريكان المسند بدأ يتحرك هنا بتحديات مشرف 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 ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند العطية مع نيشان، والتحديات مع العجمي بتقدم مصدع، ولكن الله يا سلام يا سلام يا سلام على تحديات الزمول. الله يا سلام يا بن بريكان وهدير الزمول هنا مع الانطلاق الأخير نحو خط النهاية. عفرين في مقدمة الشوط، عفرين مع الأداء الكبير، عفرين مع الناموس والانتصار، مع أيضا هذا التحدي المميز، مع أمتار الشدة، أمتار الناموس، أمتار الانطلاق والتحدي الكبير. هذا هو عفرين مشاهدين الأعزاء، يؤكد لجماهيره أنه على الموعد في كل التحديات وفي كل المنافسات. سالم بصالح بسالم بن بريكان المري، هنيالك هذا المال الطيب، وهذا هو الشعار الذي أيضا حظى على الشوط، على الشوط الرئيسي أيضا في يوم الأمس. يا سلام، مشكور يا بن بريكان يلي قدمتنا عفرين في هذا الأداء الكبير، تهانينا وأسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، ويؤكد حضوره هنا لجماهير عفرين في هذا الصباح. بينما المركز الثاني وصل مشرف لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وفي ثالث المراكز المركز الثالث من وصلنا مشاهدين الكرام صوغان لعبد الله بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري، وفي المركز الرابع من وصل العثماني لمحمد بن ناصر بن سعيد العيدة، وخامسا المركز الخامس مبلش لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. لحظة وصول عفرين إلى خط النهاية بشعار بن بريكان الذي حظى على الناموس والانتصار ليسجل نقطة أخرى في رصيده في هذا الموسم. توقيته الزمني من 8 كيلومتر قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة و19 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني من وصل مشرف وتوقيته 13 دقيقة 21 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز مشرف المركز الثاني. ثالث المراكز وصل نيشان توقيته الزمني 13 دقيقة 21 ثانية 63 جزء من الثانية. تهانينا لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز نيشان بالمركز الثالث.